الراديو 90 90 هواها مصر. مظبوط. طبعا انا بسالهولك صح، هل هم مش متابعين وهيشتغلوا على كل حاجه تقدر ان هي، خلي بال حضرتك المباراه هنا في روسيا بيعتبروها مباراه فاصله، لان فوزهم 6 نقاط يساوي دور 16، فيبدا يلعب على اول المجموعه قصه ثانيه خالص. طبعا المباراه الاخيره في ارجواي، فهو طبعا حضرتك مش هيسيبك ومش هيتكلم بطريقه اللي هو ايه العاطفه، طب والنبي لعبوا محمد عشان احنا بنحب محمد، ده كلام يعني بره الاحتراف خالص. وليد عندي اخر عندي سؤالين سرعة جدا. السؤال الأول، محمد صلاح نزل التدريبات واشترك في كور مشتركة مع بقية منتخب مصر؟ نزل بس مش الاشتراك اللي انت عارفه وانا عارفه، لكن مش الاشتراك اللي انا عارفه وانت عارفه، خلينا نسميها اشترك اشتراكات حذرة على استحياء. ايوه انت حضرتك جبت كده الكلمه الصح اللي على لسانك، على استحياء. طيب ادي واحد. السؤال الثاني، ايه استعداد الجهاز الفني ان انت هتلاعب صاحب الارض والجمهور لاول مره في تاريخ مصر في كاس العالم، هتلاعب صاحب الارض والجمهور؟ هل في حاجه مستر هيكتور كوبر هيشتغل عليها ان هتمتص حماس الجمهور في البدايه؟ هل مثلا هتضغط من قدام زي مثلا الاول 5 دقائق او 10 دقائق في المباراه اللي فاتت؟ هل هيبقى ليها استعداد او ليه جزء بيفكر في حته ان انا هلاعب صاحب الارض والجمهور لاول مره؟ هو طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله ده اللي بيدور في ذهن افراد الجهاز الفني كله. خلينا نكون صراحة مع بعض، هو دلوقتي بيفكر ازاي هيبدا المباراه. اللي انا عرفت ان هو هيقسم المباراه، فاهمني؟ يعني هيقسم المباراه، بدايه المباراه غير خط سير المباراه نفسه. وعاوز اقول لك على حاجه كابتن، من خلال وجودي يعني كمسؤول اعلامي المنتخب حوالي 8 سنين كان كلهم فيهم بطولات الحمد لله، كل اللي بيحصل هو بيتم ختم كل شيء قبل التدريب الرئيسي. يعني انت خلاص خلصت كل حاجه على فكره المباراه في روسيا، انت بكره ده مجرد ان انت ساعه بتتمرن عليها طبقا للوائح، ما بتقدرش تظهر كل حاجه لان اول 15 دقيقه تبقى مفتوحه للاعلام، فبتبدا بس عمليه فك ما بيبقاش الالتحامات اللي حضرتك عرفتها. ولكن انت كل الامور الخاصه بالمباراه، هو خلينا بالبلدي نقول، هل في اوراق رابحه او اوراق مختفيه غير الاوراق اللي موجوده يا كابتن عند كوبر؟ لا طبعا كله بالظبط، كله عارف هو ده اللي موجود. هو انت بتتكلم في المثلث اللي قدام، هل هيبدا بعبد الله وتريزيجيه وقدامهم مروان، ولا عبد الله وتريزيجيه وقدامهم كهربا، ولا عبد الله وتريزيجيه وقدامهم محمد صلاح؟ يعني كل ده مش هتبدأني ولا اي اجتهادات مش هتبان غير يوم المباراه والتشكيل بيتم اعلانه لمباراه روسيا. انا بياخدين المباراه واخدينها حياه او موت، بسبب فوزك في المباراه تجدد الامال، تعادل في المباراه وفوزك في المباراه الاخيره يبقى في امان، هزيمتك لا قدر الله يبقى انت رحت للتمثيل ان شاء الله. وليد بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وبنشكرك على مداخلتك. نتواصل مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله.